مرحبا، هذا الفيديو هو جزء اضافي لحلقه برودلينك اس سي 1 يلي بتشرح عن كيفيه تركيب واستعمال وتفاصيل هذا الجهاز. بهذا الجزء بدي اشرح كيفيه اضافه جهاز برودلينك اس سي 1 لشبكه النتورك، اكيد لنقدر نتحكم فيه، بس هالمره باستعمال تطبيق اي كنترول بدل تطبيق انتليجنت هوم سنتر يلي عم نشرح عنه بالفيديو الاساسي. اكيد برودلينك اس سي 1 بتمشي على التطبيقين، كل تطبيق له ميزه خاصه فيه، وهذه التفاصيل موجوده بالفيديو الاساسي اذا حابين تعرفوا معلومات اكثر. اول شيء بعمله بدي انزل التطبيق على تليفوني اذا ما كان موجود، بروح على ستور، اي ستور، ابل ستور او جوجل بلاي ستور، وبفتش على تطبيق اي كنترول بقلبه، وكمان في رابط موجود بالتفاصيل تحت بيوديكم على التطبيق دغري. بعد ما حمل التطبيق او اذا كان عندي تطبيق، تاني شي بعمله بتأكد من انه تليفوني مشبوك على شبكة راوتر الواي فاي المحلي يلي بدي اشبك عليه او يلي بدي برمج عليه جهاز برودلينك اس سي 1. بعد وصل الجهاز على الكهرباء، لأي معلومات بهذا الخصوص رجاء عن العودة للفيديو الاساسي بالرابط يلي بيشرح كيفية التوصيل. كمان بالوقت يلي ضو المؤشر تبع الجهاز بيكون عم يضوي تقريبا ضوين لثلاث اضوية بالثانية، بروح على التليفون وبفتح التطبيق. من قلب الشاشة الأساسية أو الصفحة الأساسية تبع التطبيق بكبس على كبسة الزايد يلي موجودة على يمين أعلى الصفحة. من الخيارات يلي بتظهر لي بكبس على الخيار الثالث يلي هو Add Device. بس اكبس على Add Device بتفتح هيدي الصفحة يلي بيكون مكتوب بقلبها اسم شبكة الواي فاي المحلية بالمربع الأول، وبالمربع الثاني بدي اكتب كلمة المرور تبع شبكة الواي فاي المحلية. بكتب كلمة المرور بدقة وبتأكد من صحتها عبر كشف الأحرف بالكبس على علامة العين يلي موجودة على يمين المربع. بس خلص بكبس على كلمة كونفيجر بأسفل الشاشة والتطبيق بيعمل الباقي. بهذه المرحلة اللي بتاخد تقريبا 30 ثانية التطبيق بيتواصل مع الاس سي 1 وبيعطيها كلمة المرور تبع الواي فاي، وبيبلش مؤشر الضوء يتغير، طريقة اللي عم يضوي فيها بتختلف، يلي بيعني انه عم بيجرب يشبك على راوتر الواي فاي المحلي عبر الباسورد يلي حطيناه نحن بالتطبيق. بس يمشي الحال ويشبك الجهاز على راوتر الواي فاي المحلي بنجاح، تفتح عنا الشاشة بعنوان Configuration Success. بنكبس على كلمة باك يلي موجودة على يسار أعلى الشاشة لنرجع على الشاشة الأساسية، والجهاز بحد ذاته ببطل يتغير ضوء، بيثبت ضوء يا بيطفي يا بيضوي حسب الحالة اللي هو موجود فيها. بالصفحة الرئيسية تبع التطبيق بيكون اسم القاطع الكهربائي باي ديفولت بيكون اسمه واي فاي وأحرف بالصين. بكبس عليه لتفتح صفحة التحكم الخاصة بالقاطع الاس سي 1. بوسط الشاشة في زر كبير، هذا الزر بخلينا نطفيه وندوره للقاطع، وهذا الزر كمان هو مؤشر لوضع القاطع الحالي، يعني بنعرف منه اذا الجهاز داير او مطفي. على يمين الشاشة فوق في عندي علامة ساعة يلي من خلالها اذا كبست عليها بتفتح الصفحة الخاصة بالمؤقتات تبع القاطع. اكيد اذا اول مرة بستعمل الاس سي 1 ما بيكون في ولا مؤقت موجود هون. لزيد مؤقت جديد بدي افوس على علامة الزايد يلي موجودة باسفل يسار الشاشة، ومنها بيطلع لي ثلاث خيارات. هول الثلاث خيارات هن ثلاث مؤقتات. اول مؤقت هو كاونت داون يلي هو عد عكسي، اعلى عد عكسي بهذا المؤقت فيه حطه هو 24 ساعة عد تنازلي، بعد ال 24 ساعة او اي وقت انا حاطه بصير الامر يلي هو امر واحد انا بختاره. تاني خيار هو جدول زمني يومي، فينا نحط فيه امرين، مثلا كل يوم ما عدا نهار الاحد الجهاز بيدور الصبح على الساعة 8 وبيطفي بالليل على الساعة 6. اخر مؤقت هو متكرر، بعيد نفس الشغلة تكرار كذا مرة بوقت معين، يعني مثلا كل يوم ما عدا الاحد كمان من الساعة 12 للساعة 1 بعد الظهر بيدور الجهاز 5 دقايق وبيدفع 10 دقايق. اكيد بس نثبت مؤقت منقدر نلغيه ونعيد تشغيله من الزر يلي بيكون موجود جنبه. اخر شي بدي احكي عنه هو صفحة اعدادات الجهاز يلي بوصلها عبر علامة الدولاب يلي موجودة على يمين اعلى الشاشة. اول خيار عندي اياه بصفحة الاعدادات هو انه غير اسم الجهاز، بس اكبس عليها من هون هيدي الشاشة بقدر غير اسم الجهاز وبقدر غير الصورة يلي بتمثل الجهاز. بس خلص بكبس على سيف باعلى يمين الشاشة فوق وبرجع على شاشة الاعدادات الاساسية. Create Shortcut بتمحي او بتخلق ايكون جديد للجهاز يلي عم نتحكم بالاعدادات تبعه على الشاشة الرئيسية. اما Lock Device هي عادة اي هاتف اخر بيشبك على نفس شبكة الواي فاي يلي موجود فيها جهاز الذكي الاس سي 1 او اي جهاز برودلينك تاني وبيحمل تطبيق اي كنترول بيقدر يشوف هيدي الاجهزة الذكية تبع برودلينك يلي موصولة على شبكة الواي فاي المحلية. لنقدر ما نخلي حدا غيرنا يشوف جهاز معين نكبس على Lock Device. بس فعل Lock Device ببطل يبين القاطع او اي جهاز برودلينك تاني على اي هاتف تاني مشبوك على هذه الشبكة المحلية.
ثالث خيار اللي هو Push Message. بظن في خطأ بإضافته على شاشة الإعدادات للأسيوان لأنه ما له فايدة، بس ندوره بيرجع بيطفي تلقائيا، أو ممكن يكون مجهز لأي جهاز جديد بده ينزل يتم نشره مشابه للأسيوان أو موديل تاني من الأسيوان. Display State هي لتشغيل مؤشر ضوء المؤشر تبع حالة الجهاز الحالية بالصفحة الرئيسية برا حد الآيكون تبع الجهاز، والمؤشر هو ضوء صغير بيكون موجود على يمين أعلى الجهاز بالأزرق. بيرجع عنا الفيرمور أبديت هي للبحث عن أي تحديث لبرنامج البورد يلي على القاطع أكيد. يفضل أنه هذا الشيء نتأكد من وجوده أو نعمل تشيك كل شهر لنتأكد إذا في تحديث جديد، لأنه التحديثات جدا بتكون مفيدة لنا. تالت شي راندوم تايمر، وهو مؤقت عشوائي بيدور وبيطفي الجهاز بأوقات عشوائية بهدف الأمن عبر خداع أي شخص عم بيقوم بمحاولة سرقة أو مراقبة. مثلا في حال كان الجهاز موصول على ضوء، جهاز الأسيوان أكيد الفاصل الذكي، إذا كان موصول على ضوء بيصير يدور ويطفي بأوقات عشوائية. وآخر شيء تشارجينج بروتكشن، وهو منشغلة لحماية أي شاحن موصول على الأسيوان من التلاعب الكهربائي. بالمبدأ هذا كل شيء عن تطبيق اي كنترول. اكيد طريقة التفاعل مع حساسات A1 و S2 الموشن والدور سنسر كمان تبع S2 بيمشوا بنفس الطريقة اللي بيتفاعلوا فيها او بيشتغلوا فيها عبر تطبيق Intelligent Home Center. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو والجزء الثاني، الى اللقاء.